عاجل حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس لأول مرة، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من مصر: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت حرب حول سد النهضة. والبرلمان المصري يحذر من آخر تحرك سلمي مصري تجاه سد النهضة. والإعلام الغربي يكشف قيام مصر بإنتاج أول وقود من نوعه في الشرق الأوسط. وتفاصيل استجابة مجلس الأمن لطلب مصر والسودان تؤكد أن الملء الثاني يمثل تهديدا للأمن الدولي. وسد النهضة: وزير الري يفضح مؤامرات إثيوبيا في حوار مع مسؤولي الأمم المتحدة. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من مصر: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة. علق خبير المياه المصري نور الدين نادر على تصريحات إثيوبية وفرنسية بأن مصر تسيس قضية سد النهضة عبر مجلس الأمن، وأن المجلس غير مخول بتحديد حصص المياه بين الدول. أضاف نادر: قال سفير الإثيوبي في الخرطوم إن مجلس الأمن لم يخصص لبحث مشاكل السدود في العالم، وأن مهامه أكبر من ذلك، وأن مصر تلجأ إلى تسييس القضية. قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس الدورة الحالية إن المجلس غير مخول بتحديد حصص المياه وعدد من المليارات المكعبة يمكن تخصيصه لأي دولة، وهذا فهم خاطئ للجوء مصر لمجلس الأمن، حيث أن الأمم المتحدة هي التي أصدرت قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود، وحددت صلاحيات دول المنابع في إقامة سدود صغيرة فقط لا تضر بدول المصب، ولا تضر السدود والمنشآت المائية السابقة لسد دولة المنبع في الإنشاء. أشار إن الأمم المتحدة حددت حتمية عدم تعمد دولة المنبع في البند السابع للقانون وعلى مدى 8 بنود في إحداث أضرار جسيمة بدول المصب. ولهذا لجأت مصر للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن السد الإثيوبي يعتبر سدا مخالفا لقانون الأنهار الدولية للأمم المتحدة، لأنه سد عملاق يحتجز 75 مليار متر مكعب، وهي كمية ضخمة تفوق كل ساعات سدود دول المنابع في العالم. فمثلا سد أتاتورك العظيم في تركيا على نهر الفرات، والذي أضر كثيرا بالعراق وسوريا، لا تزيد سعته عن 48 مليار. وسد إليسو في تركيا أيضا على نهر دجلة لا يزيد عن 10 مليار. وبالتالي فإن المقارنة بالأضرار التي حدثت للعراق وسوريا من السدود التركية، فإن السد الإثيوبي سيتسبب في ضعف هذه الأضرار على مصر والسودان. بالإضافة إلى ذلك، فإن إثيوبيا تعمدت إهمال بنود حتمية الإخطار المسبق لدول المصب قبل بناء السد، وإمدادهم بكل الدراسات الخاصة بالسد من دراسات بيئية ومائية واجتماعية واقتصادية، وإعطائهم مهلة سنة للموافقة أو الرفض، يتم بعد اللجوء للأمم المتحدة للتحكيم بينهما والموافقة أو الرفض لبناء السد. وتابع نادر قائلا: كل هذه المخالفات ارتكبتها إثيوبيا ضد قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة عام 97، والتي تم إقراره والوصول للنصاب القانوني عام 2007، أي أن مصر لم تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن تعنت إثيوبيا في المباحثات طوال 10 سنوات، ولا لفشل الاتحاد الإفريقي في الوساطة طوال عام ونصف، ولا لتحديد حصص المياه، لأن النيل الأزرق المقام عليه السد هو فرع فقط من 4 فروع لنهر النيل، والفروع ليس لها حصص لتقسم، ولكن الحصص لمياه النيل الموحد فقط. وخلاصة الأول أن شكوى مصر بسبب مخالفة إثيوبيا القانون أممي وتجاهل دولتي المصب وتعمد إحداث الضرر البالغ والأكيد بما يهدد بنشوب حرب في شرق القارة الإفريقية، وبعدها سيلوم مجلس الأمن نفسه على الاستهانة وعدم التقدير الصحيح للموقف ولشكوى مصر كآخر خطوات الحلول السلمية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل جدا، وهو التحذير المصري الأخير لإثيوبيا. تحذير المصري الأخير لإثيوبيا ومجلس الأمن بكل وضوح، يعني إن شاء الله
الموضوع محسوم ان شاء الله، سد النهضة هيتضرب، مصر بتحذر العالم كله ان الخطوة بتاعت مجلس الامن دي هي الخطوة الاخيرة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو، ويلا ندخل على تفاصيل الاخبار. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل، حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس لاول مرة. قالت وسائل اعلام مصرية ان حاملة الطائرات البريطانية HMS عبرت قناة السويس للمرة الاولى. المصادر الملاحية كشفت عبور حاملة الطائرات البريطانية المجرى الملاحي لقناة السويس ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو تضم سفنا هولندية وأمريكية. أضافت المصادر إن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لإعادة 60 طائرة حربية، واتخذت قناة السويس التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية المجرى الملاحي. مصدر معانا كان من صدى البلد يعني، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. نحب ننتقل مع بعض الخبر اخر، والبرلمان المصري يحذر من اخر تحرك سلمي مصري تجاه سد النهضة. قال وكيل اول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في مصر احمد فؤاد اباظة ان مصر لجأت الى مجلس الامن في ملف ازمة سد النهضة بعد ان تحركت في جميع الاتجاهات لعرض القضية. كتب اباظة في بيان اصدره أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدا على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول لاتفاق ملزم مع دولتي المصب. أكد أن إثيوبيا تتعند وتطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن اللجوء لمجلس الأمن هو آخر تحرك سلمي من مصر التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن. وأضاف أن اتجاه إثيوبيا إلى الملء الثاني في موعده بدون الوصول لاتفاق ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعني اعتدائها على السيادة المصرية، وهذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبا مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل لاتفاق ملزم للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. المصدر معانا كان من صحيفة المصر اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كل السياسيين وكل البرلمانيين وبعض المسؤولين الكبار في الدولة يعني بيأكدوا لك إن آخر خطوة سلمية لمصر هي مجلس الأمن اللي إن شاء الله يوم الخميس القادم. ننتقل لخبر آخر معانا وتفاصيل استجابة مجلس الأمن لطلب مصر والسودان تؤكد أن الملء الثاني يمثل تهديدا للأمن الدولي. توجه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أمريكا استعدادا للمشاركة وحضور فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة. وفي مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم أشار ياسر عباس إلى أن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تعد نجاحا للدبلوماسية السودانية، وتأكيدا واضحا على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي. وزير الري السوداني أكد دفع السودان بأربعة مطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة، منع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب، وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للمساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاثة. المصدر معانا كان من RT. هذا آخر موقف للسودان، حابب أقول آخر موقف للسودان يعني السودان زي ما حضراتكم عارفين في الوقت الحالي يعني منقسمة من الداخل، فيعني إن شاء الله ربنا يستر ويعدي الأيام القليلة القادمة على خير. وهقولها للمرة المية إن شاء الله سد النهضة هيتضرب، وكل المؤشرات في الوقت الحالي بتقول كده. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والإعلام الغربي يكشف قيام مصر بإنتاج أول وقود من نوعه في الشرق الأوسط. وقعت جامعة أسيوط المصرية بروتوكولات لإنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. نص البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه مع شركة أسيوط لتكرير البترول والشركة المصرية الخليجية للاستصلاح الأراضي الصحراوية على تبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجال زيت الجوجوبا من حيث زيادة إنتاجه وجودته
وخواصه الفيزيائية وكيميائية والصناعات القائمة عليه في مجالات الوقود الحيوي ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية والدوائية وزيوت التشحيم. قال رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال إن الجامعة ستساهم كطرف أول بما تملكه من كليات الزراعة والصيدلة والعلوم وما تتضمنه تلك الكليات من تخصصات تساهم بدور كبير في مجال زراعة الجوجوبا وزيادة الإنتاجية والجودة. لفت الجمال إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول ستساهم كطرف ثاني بمعاملها المتخصصة في تحليل الزيت وإنتاج الوقود الحيوي وزيوت التشحيم، وكذلك الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية الطرف الثالث، كونها الشركة الرائدة في مجال زراعات وإكثار نبات الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر أخير معانا وبخصوص سد النهضة. وزير الري يفضح مؤامرات أبي أحمد وإثيوبيا في حوار مع مسؤول الأمم المتحدة. كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي مع مراعاة شواغل دول المصب. وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي. تسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض، قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظرا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وأنها تسعى دائما للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصاب. كما أشار الدكتور عبد العاطي لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات الجفاف. كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان في حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي بدون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العقارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. عقد الوزير اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرنس مع أنجر أندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي ملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة السادة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا. استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل، وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية. ومن جانبها أوضحت ناجر أندرسون إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الإفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لدفع مسار التفاوض. المصدر معانا كامل صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. حابب أقول لحضراتكم كلمة أخيرة، إذا ما وصلناش مع إثيوبيا لاتفاق قانوني عادل ملزم لدولة إثيوبيا في عملية الملء والتشغيل لسد النهضة، يعني سد النهضة إن شاء الله هيتجاب على الأرض، وهيكون فيه يعني استعراض عسكري جميل جدا هيقوم بيه الجيش المصري على سد النهضة،
وطبعا العلم عند الله، ثم قيادة سياسية عندها المعلومات الكاملة. يعني حتى لو قلنا ضباط الجيش الصغيرين لسه يعني ما عندهمش معلومات كافية، الناس كلها ما عندهاش معلومات القيادة السياسية، والناس الكبيرة في الجيش المصري والمخابرات العامة القيادات الكبيرة عندها المعلومات الكاملة عن حل هذه القضية. على ثقة كبيرة جدا بالقيادة السياسية المصرية في حل هذا الملف الخطير إن شاء الله. أترك لحضراتكم التعليق، أتمنى ما أكونش يعني طولت على حضراتكم، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير، وتحية طيبة لأبا نوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.